السلام عليكم، معكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو جايين نحكي عن هذا الكتاب التلمود أصابع حقائق. طبعا أنا أمانة نزلت عن هذا الكتاب قبل فيديو، تمام، وحذفت الفيديو أمانة لأني لاحظت أنه كانت شوي مع خلينا نحكي ما أعطيته حقه، تمام، فحبيت أعمل الفيديو هذا مرة ثاني وأحكي عن الكتاب. طيب، أولا هذا الكتاب أمانة التلمود أصابع حقائق واحد من أفضل الكتب اللي قرأته فيما يخص الديانة اليهودية، تمام، وأمانة هو شكله من الكتاب مش ناجح لأنه هاي بس طبعة واحدة. هذا الكتاب اللي جبته هي أول طبعة، فأظن يعني إنه الكتاب ما نجحش وهو قديم، يعني حسب ما سألت يعني الناس إنه ما نجحش، مع إنه والله الكتاب متعوب عليه، يعني أنا مش شمتان إنه الكتاب ما نجحش، لا الكتاب والله كويس كثير وبنصح فيه. إذا كنت بدك تقرأ إشي بالتفصيل عن اليهود هذا أحسن كتاب ممكن تقرأه، لانه جاب لك من اصغر شيء لاكبر شيء. المهم يعني عشان بدناش نطول بالموضوع كثير، هذا الكتاب امانه فيه معلومات يعني ما شاء الله وتعب ومجهود مش طبيعي، ولكن مع هيك في بعض المشاكل فيه. من هاي المشاكل انه كان يظل طول الكتاب يعيد نفس المعلومات، وهذا شيء مستفز. يعني حكى لك مثلا اليهود مثلا ما بيحبوش مثلا العرب، فما بحكي لك مثلا ما واحدة يهود بكره العرب، لا بظل يعيد لك طول الكتاب اليهود بكره العرب، يهود بكره العرب، لعنهم الله لعنهم الله لعنهم الله، بظل يعيد بشكل مش طبيعي، ومش بعيد مثلا معلومة ولا معلومتين، لا بعيد لك صفحة كاملة نسخ لصق من هون لهون كوبي بيست، والله العظيم. يعني مثلا كتاب بقول لك مثلا يأمر التلمود الماء إذا استحمت أن إذا شافت واحد من الغويم، مش عارف كيف تلفظ الكلمة، أو الجونيم هاي يعني الوثنيين، يعني تروح تحمم مرة ثانية. طبعا سامحوني على اللفظ اللي قبل شوي حكيته، بس يعني وصلت الفكرة. يعني أو مثلا موسى ابن ميمون قال مثلا إن يهود ولاد كلب، فلازم ظل يعيدها. هذا الإشي أمانة أنا استفزني بصراحة يعني. وغيرك برضو في بعض المعلومات يعني تحسها مبالغ فيها يا أخي، يعني مثلا بقول لك مثلا صفحة من الصفحات إنه اليهود يعني عندهم عادي زين المحام. ليش يا أستاذ وينش اسمه حسن حسني والله عشان لوط عمل هيك ببناته. طب ماشي طبعا هذا بمعطى، طبعا اللي ما بعرف يعني هذا على الهامش، اليهود والمسيحيين بيأمنوا بإشي اسمه صفة التكوين. صفة التكوين بيحكي إنه لوط نم مع بناته، استغفر الله العظيم، طبعا من امشي بعض حق المسلمين، ولكن بدنا نوصل له هون. الدكتور حسن بالكتاب بقول لك هذا اللي عمله لوط دليل على انه بالصيام مثلا اليهود يعملوا هذا الحكي. طب يا دكتور حسن او حسني، حسني ولا حسن اسمه الحسني هسه يا دكتور، احنا انت يعني داس يعني وشكلك بني ادم جامعي، هسه انت مش بتعرف انه اليهود مثلا والمسيحيين عندهم مش اصلا موضوع انه النبي معصوم مثلا، هم مش بحكوا لك الانبياء مش معصومين، فلما لوط يعمل هيك او اي حدا يعمل هيك فهذا عمل فادي، ما بصير انك تعممه كله على بعض. وكمان لوط كان قبل الشريعه، قبل ما تنزل القوانين وهي الاشياء، يعني الموضوع هذا غلط. وهو كمان بالكتاب كان يظل بتحسه بده يجيب لك بس اكره اليهود غصبا عنك. طبعا احنا انا شخصيا بكره اليهود، انا بكره دوله الاحتلال، تمام، ولكن وماشي حلو انك تعرف عن اديانهم. وبعدين انا جايب هذا الكتاب بس عشان اشوف افهم وجهة نظر اليهود عن حالهم وعن موقفهم بكتبهم. يعني ما هيك كان طول الكتاب يقول لك مثلا يقول القرآن كذا عنهم، ماشي القرآن على عيني وعلى راسي وانا مسلم يعني، تمام، بس برضو انا بدي افهم اليهود شو بيحكوا عن حالهم. هو ما عمل هيك، كان يظل يعيد معلومات وكان بده يكاهك بيهود غصب عنك، ومعلوماته في بعض المعلومات الغلط. طبعا عشان اكون صريح مش كثير معلوماتي، يمكن 6-7 معلومات، بس المشكله كان يظل يعيدهم بالكتاب. والمشكله الثانيه برضو انه كان كيف نحكيها، كان يحاول تعرفشك بتعرف هذا الزلم الكبير مثلا او الناس هذول الكبار اللي بيصدقوا اي شيء يسمعوه او اي شيء عاطل مثلا بيسمعوه بيحكوا يي على طول وليش تعمل كذا وكذا. هذا زي هيك دكتور حسن كان بتحسه بيصدق اي اشاعه على اليهود بس عشان بده ينبشك فيهم. او مثلا الموضوع مثلا بروتوكولات حكماء الصهيون، هو جابه بالكتاب ذكر موضوع بروتوكولات حكماء الصهيون. طبعا هذا الموضوع طبعا ثبت انه غلط، ما فيش شيء اسمه بروتوكولات حكماء الصهيون، هذا حكي فاضي كله. وطبعا مش انا اللي حكيت، ناس علماء اللي قالوا هذا الكلام زي الدكتور علي جمعة اظن اسمه، دقق بالموضوع وجاب كثير مراجع انه هذا حكي فاضي. برضه عندك الدكتور سامي عامري طبعا له فيديو بيحكي فيه انه هاي حكي فاضي، برضه بتقول لك كمان صهيون، وكثير ناس نقدوا هذا الموضوع علماء.
هو ركز على هالموضوع بعضه، وبقى مش فاهم شو دخل البروتوكولات حكومة صهيونية بالتلمود اصلا يعني. ف ومات الكتاب كبير يعني، ماشي الكتاب مفيد وكذا، بس ليش بتضل تعيد معلومات غلط؟ وطبعا يعني هاي الشغلة استفزتني، وبعض المعلومات الغلط اللي بدها تشوه صوت اليهود، هذا الشيء برضه استفزني. وبعدين انه بيستعمل القرآن كثير، ماشي القرآن على عينه وعلى راسي، بس انا جايب الكتاب عشان افهم وجهة نظر اليهود عن حالهم، مش وجهة نظرنا احنا كمسلمين عنهم. وصلت؟ وصلت. فهي مشكلتي مع الكتاب. الإيجابيات في الكتاب، معلوماته جدا كانت كويسة، في معلومات كثيرة أول ما بعرفها، وبشرح بالتفصيل بعض الأشياء يعني، حتى ملابسهم الكهنة اللويين وهذول الناس كان يشرحهم بالتفصيل الممل، هذا إشي حلو. عندك بعضه أنه جاب قصة المسيح يسوع كاملة، جاب لك إشي اسمه إنجيل المسيح ولا مش عارف شو، المهم يعني جاب لك القصة كاملة. وأنا والله العظيم أنا بعرف أنهم بيحكوا كلام وسخ مثلا عن نبينا عيسى عليه السلام، ولكن القصة كقصة أول ما بقاها بكتاب شوي أجيب لكم إياها. طبعا آسف على السكوت الفجائي هذا، صعب عن جد أنكم تشوفوها. فاللي بدي أحكيه يعني أنه في بعض المعلومات عن جد كويسة فيها، وإذا بدك تجيبه عشان تأخذ معلومات حيفيدك والله، بس أنه ما تأخذش كل شيء مسلم، لأنه بصراحة هو كمان هبد كثير بصراحة بالكتاب، مع أنه كتاب كويس. والله شكلي مش هلاقي القصة. طيب المهم يعني ما علينا من الموضوع. هسا أنا لو بدي أقيم الكتاب هذا حاطيه 7/10، عشان بس جاب قصة يسوع، وعشان بعضه كان جايب معلومات جديدة، وكان عشان بشرح بالتفصيل. بس المواضيع اللي حكيتها بالأول، الإعادة الكثيرة وبدي كان اليهود غصب وكذا وكذا وكذا، هاي لما تنشغلت ما عجبتنيش نهائيا. ماشي بتكره الاحتلال، بنكره يهود كذا كذا، ما عنديش مشكلة، بس لازم لما نكتب نكون حقانيين ونجيب المعلومات الصح عنهم، مش بس نهاجم عشان بس نبين حالنا أبطال. وبس اتمنى عجبكم الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. وبرجع وبحكي الكتاب كويس، ما حداش يفهمني غلط، كويس وبنصح فيه، بس أنا استفزني موضوع إنه بظل ياجع يعيد يعيد ومعلوماته غلط بعض النقاط. ولكن محاك الشغل هذا شغل مش طبيعي، بنصح فيه. طبعا هو على هامش كمان، هو استفدت منه بعض المعلومات اللي صدمتني، زي مثلا انه التلمود انكتب بعد الاسلام او تدون بعد الاسلام او الفتوحات الاسلامية، هاي اشي يعني انا كنت طول عمري بفكر انه التلمود قبل، طلع لا احنا اللي قبل. هاي واحدة من المعلومات الكويسة. طيب لهون بيخلص الفيديو، واذا قرأت هذا الكتاب بدي اعرف شو رأيك فيه، وكمان اكتب لي بالتعليقات اذا كتبت اي كتاب عن اليهود، خلينا نشوف وجهة نظرك انت برضه. وبس نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.